قال وتسقط سهوا، يعني إذا نسيها لا بأس، إذا نسيها فلا بأس، وإذا تذكرها أثناء الوضوء ابتدأ، يعني يعيد الوضوء من أوله، يعيد الوضوء من أوله إذا تذكرها في أثناء الوضوء. أما إذا تذكرها بعد انتهاء من الوضوء يعيد الوضوء بعد انتهاء من الوضوء لا يضر، لكن إذا تذكرها في أثناء الوضوء يعيد الوضوء، يبسمل ويعيد الوضوء من أوله مع البسملة. والجمهور على أن البسملة سنة مستحبة، وهناك قول لبعض أهل العلم أن البسملة في الوضوء لا تستحب أصلا، لا تستحب، لا دليل عليها. والذين قالوا بوجوب البسملة استدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم عده موضوعا، فلا يبنى حكم مثل هذا في إبطال الوضوء على حديث بمثل هذا الضعف. وهذا الحديث وإن كانت له طرق كثيرة إنه لا يرتقي أبدا إلى أن يكون حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا ويبنى عليه حكم شرعي. فالحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وهو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأقوى ما يستدل به في البسملة في الوضوء حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم توضأوا بسم الله، أن قال لأصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه أهل العلم في صحته، والأظهر أنه حسن، وبالتالي يستحب للإنسان أن يسمي قبل وضوئه.